الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي أجمل بداية ممكن أبتديها فقرة الخير مع أهل الخير، مع جمعية البر والتقوى اللي دايما يعني بتورينا قد إيه اللي ممكن أسعد بني آدم بعيد عني في بلد بعيدة أوي، إزاي ممكن أعمل الخير ولو حتى بالنية اللي أنا أدل واحد تاني عليه. وإحنا في شهر كريم عظيم، الحسنة مش بعشرة، الحسنة بـ700، وربنا يضاعف لمن يشاء. والنهاردة هنتكلم على النية في الصدقات، وده من أجمل وأحلى أفعال الخير اللي ممكن نعملها في رمضان، وخصوصا لما يكلمنا عليها شيخنا الجليل محمد العربي من علماء الأزهر الشريف. ربنا يكرمك، منورنا ومشرف. أهلا وسهلا. ربنا يكرمك. يعني في جمعية البر والتقوى دايما بتبقوا حريصين على النية في الصدقات، يعني أنا بسلم النية، بسلمها للي بياخد مني الحاجة، وانتوا بتسلموها للمحتاج. فده من اكثر الحاجات اللي مست قلبي جدا لما عرفت انتوا ازاي بتوصلوا النيه للناس. فحضرتك كلمنا على النيه في الصدقه. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واصلي واسلم على سيدي وحبيب قلبي سيدي محمد بن عبد الله عليه وعلى من وله افضل الصلاه وازكى التسليم. صلى الله عليه وسلم. يعني حقيقه لما نتكلم عن الصدق في النيه خاصه بالنسبة للصدقات والزكوات ودور جمعية البر والتقوى في تعزيز هذا المفهوم والصدق في النية في كل الأعمال، ليس في الصدقة فقط، ولكن احنا بنتكلم على الصدقات والزكوات خاصة ان احنا في أيام هي أفضل أيام على الإطلاق، أيام رمضان. جمعية البر والتقوى لا يقتصر عملها على الجانب يعني الاجتماعي على المساعدات، ولكن يعني تتوسع في المفاهيم، سواء في المفاهيم الاجتماعية، المفاهيم الدعوية، المفاهيم أيضا الإنسانية، لأن كل هذا من صميم عمل أي مؤسسة خيرية. لذلك نجد أن جمعية البر والتقوى سابقة في هذه الأعمال، سابقة في الجانب الإنساني، الجانب الاجتماعي، جانب المساعدات المادية والمعنوية، قضاء الحوائج، جبر الخواطر، إسعاد الناس. ودي كلها مفاهيم يعني ليست قاصرة على رمضان فقط، ولكن تتسع كل أيام العام، لأنه زي ما حضرتك قلت يعني تستطيع أن تدل على الخير ولو بكلمة، ولو ببسمة، لأنه تبسمك ساعة يعني إيصال الخير لمحتاجيه تساب عليه، ويعني هذا فعل إيجابي وإشارة إيجابية أنك توافق على هذا العمل. ليه بنتكلم على النية؟ النية أساس الأعمال، ولذلك يعني قلنا أن النية ركن أساسي في الصلاة. وعندما نتحدث عن قبول الأعمال نقول أن أساس قبول الأعمال النيات، إنما الأعمال بالنيات. أول حديث يعني بوب له الإمام البخاري هو حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يعني من الأحاديث القلائل التي رواها سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم. القضية مش جمال الشكل، قد يكون أبيض اللون وجميل الشكل، ولكنه فظ القلب، ولكنه فظ السلوك، سيء الطباع، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ليه قدم النبي صلى الله عليه وسلم القلوب؟ لأن القلوب هي مأوى النوايا، هي جوهر النوايا. وحديث التعارف في القرآن، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله مين؟ أعلاكم نسبا أو حسبا أو أجملكم؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عشان كده النية أساس أي عمل. لما تقدمي صدقة يبقى النية تكون سابقة على أداء الصدقة. لما تساعدي مريض أو تساعدي أرملة أو تساعدي يتيم، حتى في زكاة الفطر اللي احنا بنقدم لا بد أن النية تكون سابقة وخالصة. احنا مش بنقدم الزكاة، زكاة الفطر أو الصدقة، نقدمها للتباهي أو نقدمها للكبرياء أو نقدمها للمن والأذى، لأنه عملين يعني يبطل الصدقات والزكوات اللي هم المن والأذى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والمراء أيضا، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى الصدق في النوايا. إحنا ميزة الأمة، الأمة المحمدية ربنا أداها مزية على بقية الأمم، من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. هو عنده نية ولكن لم يفعل هذه الحسنة أو هذا العمل تكتب له حسنة، ومن هم بها ففعلها كتبت له 10 حسنات. طيب خليني أخذ من كلام حضرتك عن موضوع المن والأذى. في أداب ظاهرة للصدقة دايما اللي أنا يعني كانوا الصالحين زمان يقفوا قدام الفقير أو المحتاج وهو اللي بيقول له يعني من فضلك اقبلها مني.
احنا دلوقتي مثلا ممكن تلاقي حد يقول ادعي لي، ادعي لي بكذا، اعمل كذا، لكن من اداب الصدقه، وده كمان باين قوي في البر والتقوى حتى في الاعلان، معلمين ازاي اللي بيشتغلوا معاهم ازاي يضحكوا في وش الناس، ازاي يكبروا بخاطرهم. فعايزين نقول بس الاداب في الصدقه. يعني هو ده سؤال طيب جدا، انه اداب الصدقه، لانه بعض الناس بيدي الصدقه وهو بيتعالى، بيدي الصدقه وهو بيفضح الناس. احنا حتى في هدينا في الجمعيه لما نقدم مساعده استحاله تلاقي صوره يعني من قدمت له المساعده ظهر معنا على الشاشه، مراعاه له وحفاظا على ادميته وحفاظا على كرامته وحفاظا على انسانيته، ناهيك عن المساوئ اللي بتنتج. يعني لما بعض الناس بيطلعوا معاهم اللي هم من قدمت اليهم المساعدات، يعني دي سوءات، يعني اعتقد سوءات اجتماعيه. ما ينفعش ان انا اقدم لواحد صدقه او مساعده او هديه او كذا واطلعه معايا في الصوره الخبيئه. نعم، يبقى كده صدقه الخفاء. يبقى من ادابها ان تكون الصدقه في الخفاء. صحيح. طيب هل معنى ذلك ان صدقه العلن مكروه؟ صدقه العلن لها ضوابط، يبقى لا يعني تجوز على اطلاقها ولا تكره على اطلاقها، يعني حتى لا نتوسع في الباب. يعني بمعنى انه اذا كان من قبيل الحث والاعلان، احنا بنتكلم عن مساعدات تقدمها الجمعيه، جمعيه البر والتقوى، عن اشخاص يقدمون المساعده من قبيل الحث والتشجيع. انا لما اشوف واحد من في المنطقه بتاعتي، في البلد بتاعتي، في القريه بتاعتي يجاهر بالصدقه من قبيل الحث والتشجيع والاعلان، ده بيعمل تحفيز للناس. حاجة طيبة. واحد يعني قدم مثلا مساعدات معنوية، واحد قدم مساعدات مادية، واحد ساعد في إيصال المساعدات لأهلها وأصحابها، ما دي كلها مساعدات. صحيح. يبقى إذا صدقة الخفاء، صدقة العلن بضوابط، الصدقة على الأقارب، صدقة على الأقارب صدقة وصيلة في صحيح. الوقت ذاته، الصدقة وقت الشدائد. هقف عند صدقة القرايب. يعني من افضل الصدقه الكاشح، يعني ذو الرحم الكاشح. نعم. فهو الناس دايما بتقول، احنا اتكلمنا عن الاحسان المره اللي فاتت، بعدين حضرتك تكلمنا عن الاحسان لذو الرحم الكاشح اللي هو مش بيحبني بس انا برضه بعمل مع الاحسان. شوف حضرتك، هو يعني العلاقات بين ذوي الارحام وذوي القربى قد تتخللها بعض السلبيات وبعض السوءات. صحيح. يعني النفوس كما نعلم، يعني النفوس قد تملا باحقاد وقد تملا بضغائن وما الى ذلك. ازاي احنا نزيل الاحقاد والضغائن دي؟ بنزيلها بالكلمه الطيبه، نزيلها بالبسمه، نزيلها بالهدايا، تهادوا تحابوا. يعني ابذلوا فيما بينكم، سيدنا انس بن مالك يعني تبادلوا فيما بينكم فانه اود لما بينكم. يعني الهدايا بقى، وانا رايح عند قرايبي ما بروحش بايدي فاضيه قدر الامكان، بحاول اشوف المحتاجين. صحيح. في اقاربي وانا ادي لهم من المساعدات، ويعني وان كانوا يعني انف مثلا او كاشحين او زعلانين او غضبانين، فانني كمن يسفهم المل في الحديث، يعني فان كنت كما تقول كنت كمن تسفهم المل، يعني بيجيب حبات الحصى كده اللي رفيعه ويضعها في افواههم، له ثواب لا ينقطع، لا يكف عن تقديم الصدقه ولا يتوقف عن تقديم الصدقه. ده بالنسبه كمان بعض الفقراء اللي احنا بنشوفهم، ممكن تدي الواحد فقير صدقه وتلاقيه يعني زعلان منك، وتلاقيه ممكن يقول لك كلمه نابيه. الكلام ده ما يخليكش تتوقف عن اعطاء الصدقه لاخر مستحق. بالنسبه لحضرتك قلتي حاجه في بدايه السؤال، زمان كانوا يعني بيعطوا الصدقه، يتوسلوا للفقير انه ياخذ الصدقه. احنا كل عصر له احكامه وله ضوابطه. يعني مثلا قصه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، لما سيدنا ابو بكر الصديق جاء الى النبي بكل ماله، وجاء سيدنا عمر بنصف ماله، مش معنى كده ان انا اخذ كل الفلوس اللي عندي واتصدق بيها. صحيح. لان سيدنا ابو بكر كان تاجرا، يعني كان مستثمرا كبيرا في المدينه، وكان مستثمرا من قبل في مكة، يستطيع أن يأتي بمثل هذا المال. يبقى مش معنى هذا القصص أني أنا أخذ كل الفلوس اللي عندي في البيت وبيع كل الأساس اللي عندي في البيت وأتصدق به وأقول أنا بقتدي بأبي بكر. يعني لكل عصر له ضوابطه وله ظروفه، حتى يعني لا يفهم الناس هذا القصص وهذا الآثار وهذه الآثار فهما خاطئا. حضرتك قلت لنا عن تقوى الله، يعني حضرتك قلت لي اتقوا الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. طيب شقة التمرة دي مش ممكن تكون إطعام طعام، ممكن تكون سقيا ماء،
ممكن تكون يسرت على اخويا المسلم او اختي المسلمه. يعني دايما في عباده اللي هي التيسير على الغير. الناس بتقول يعني انا هعمل الحاجه وانا عملت خير وهسيبه. لكن من الحاجات الحلوه قوي في البر والتقوى اللي هي حتى لو عملوا بير ميه بير ميه مش بيعملوه ويسيبوه، لا ده بيعملوه ويفضلوا عليه بالصيانه، يتعهدوا بالصيانه وعملوا عليه فلاتر ميه الاحسان. فاحنا عايزين نقول للناس خلق تيسير الحاجات على الخلق. هو الاول الحديث اتقوا النار ولو بشق تمره، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا انك تستطيع ان تدخل الجنه وتتقي النار وتبتعد عن النار باقل الاعمال على الاطلاق، اللي هو نصف التمره. تخيل حضرتك اذا كان من قلب خالص وبنيه صادقه تدخلك الجنه. مش احنا عندنا الحديث رب درهم سبق ألف درهم؟ صحيح. يعني رجل جاء بدرهم والاخر جاء بألف درهم، ممكن بقوا ميه حاجه صغيره قوي. يبقى اهم شيء ان الاخلاص في العمل. صحيح. النيه الحاجه البسيطه اللي تقدمها وتتاجر بها مع الله. صحيح. لانه حتى الكتب السماويه السابقه جاء في التوراه انه يعني الكتب السماويه السابقه جاء في التوراه رب عمل قليل تعظمه النيه ورب عمل كثير تقلله النيه. ده هو بيقدم بقى اعمال كثيره وكل يوم بيتصدق وكل يوم بيذبح وكل يوم بيعطي اموال، لكن النيه ليست خالصه. صحيح. ليقال ان فلان تصدق ويقال ان فلان اخرج من ماله ويقال ان فلان اطعم، حتى جاء في الحديث اكثر شهداء امتي اصحاب الفرش الذين يموتون على فراشهم وعلى فرشهم، دول اكثر الشهداء. ورب قتيل بين الصفين لا يعلم نيته الا الله. لا يعلم نيته الا الله. طيب احنا بنتكلم على النوايا، هناخد قد ايه البر والتقوى بتعمل ابار الميه، وممكن ان احنا نتقي النار مش بشق تمره بس، ده كمان بحفر بير ميه. نشوف معاكم ونرجع لكم تاني. صلواتنا وسلامنا وحنيننا رسول الله. الأول إحنا بنجيب العدة الحديد وننزل مكان أو أربعة أو خمسة حسب المكان المناسب اللي هناخد منه المية، وبعد كده بننزل بالعدة بعد خمس مرات ننزول جسات، وبعد كده بننزل الحديد العدة وننزل ممكن أربعة 24 25 20 حسب التربة المناسبة اللي هناخد منه المية نستخدمها اللي تصلح لاستخدامنا. في مية بس ممكن ما تصلحش الاستخدام، فبنضطر ننزل أكتر لحد لما نلاقي المكان المناسب، المية المناسبة التربة المناسبة ناخد منها المية نستخدمها احنا، وبعد كده بنقف عليها 24 25 30 بظروفها. هو أول يوم باخد معانا يوم كامل جسات، بندور المكان المناسب اللي هننزل فيه، ننزل أربع خمس نزلات بالعدة نشوف المكان المناسب اللي هننزل فيه عشان نجيب منه مية. وبعد كده اليوم التاني بننزل ندق البير، وبعد كده في شغل تاني بقى للتشطيبات. لا دي مش الناس التانية بتشتغل، احنا علاقات حفر البير بس، وننزل المسير ونسحب الحديد بتاعنا وخلاص على كده. وفي ناس تانية بتشتغل تجمع وتحط الفنطاس وتشغل الموتور مسؤول عن حفر الابار وتركيب الابار في مع الجمعيه. دي المرحلة الثانية اللي بعد مرحلة الحفر مباشرة. المرحلة دي اللي هي تجميع البير، تجميع الخزانات، إن كان خزان أو اثنين أو ثلاثة، البير اللي معانا ده اللي هو بثلاث خزانات، بنركب الماتور ونسحب المية الأول اللي هي اللي التصافي بتاعة الحفر، رواسب الحفر بنطلعها بره لعند ما المية تطلع صالحة للشرب. بعد غسيل الخزانات طبعًا بندخل المية في الخزانات ويبدأ الاستعمال بتاعها مية صالحة للشرب تمامًا، لأن إحنا بنعمل لها تحليل وبتبقى صالحة للشرب تمامًا. البير ده يخدم قرية كاملة. يعني مكونه من 25 30 بيت يخدمها لانه ثلاثه خزان. اللي فيه ابار اصغر شويه بنعملها اللي هي بتخدم من 10 ل 15 بيت اللي هو الخزان الواحد. وفي ترمبات بس البير الكبير ده بنعمله في نجع كامل او قريه كامله
بيخدمها، لان الناس بتشيل بتتحمل العبء انها تجيب ميه من اماكن بعيده قوي. والله فرحة وجبر خاطر كبير قوي قوي لأهالينا وحبايبنا في المدن الأكثر احتياجا، الناس اللي ما عندهاش بق مية وما عندهاش حاجة، ممكن يعني في ناس بتمشي قرى كتيرة علشان بس بق مية. دكتور محمد، الناس اللي بتمشي قرى وساعات كتيرة عشان بس تجيب شوية مية صغيرين، احنا لما نقدم لهم ونيسر لهم اللي احنا نخلي عندهم بير مية ولو صغير كده، وخصوصا في رمضان اللي هم يفطروا على مية. هو طبعا المياه مصدر سعاده لكل الناس، اللي عنده ميه واللي ما عندوش ميه، احنا نفسنا يعني الحمد لله بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمه المياه، ولكن قد لا نقدر يعني هذه النعمه حق قدرها. في ناس مش لاقيه اصلا الميه، احنا بنسرف في استخدام المياه، ولذلك انا بقول لاولادي وانصح اولادي وانصح اي حد، بقول له يعني انهاه عن الاسراف. الحديث يعني جاء عن النهي عن الاسراف في الماء ولو كنت على نهر جار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الأمة الحفاظ على مقوم أساسي من مقاومة الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. مصدر التباهي هو المياه، مصدر الإسعاد المياه، قضاء الحوائج المياه، جبر الخواطر المياه. لما أتصدق ببير مية عن نفسي أو عن والدي أو عن والدتي أو عن زوجي أو عن زوجتي أو عن أحد أبنائي، تخيل حضرتك الثواب، يعني ثواب متدفق. يعني إحنا كان هذه الجمعية في قضية أبار المياه سواء بخزان واحد أو اثنين أو ثلاثة، إنه يعني شيوع عمل الخير، الناس كلها تساهم في عمل الخير. صحيح. اللي بيسألوا طب أفضل الصدقة نعمل إيه، نقول لهم المية. سيدنا سعد ابن عبادة لما ماتت أمه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة. دلوقتي لما واحد بيحب إنسان عاوز يعمل له أحسن حاجة، صحيح، فهو صحابي وإنسان وابن محب لأمه. صحيح. قال أفضل الصدقة، قال أفضل الصدقة سقي الماء، يبقى أفضل شيء تعمل المية. عشان كده بنقول للناس يا أخوانا اعملوا لنفسكم وعلموا أولادكم يعملوا ليهم وليكم برضو. يا دكتور محمد، الناس بتعمل كل دير مية، الدارج بينا كل دير مية بيبوظ بعد خمس ست شهور يمكن اقل. ما هو ما خلاص ما حدش بيصلحه ولا حد بيتعاد، ويقول لك دي صدقه جاريه. طب ما هي باظت. هي صدقه جاريه، لكن احنا عاوزين عمل يدوم. صحيح. عمل يتعهد، يعني احنا الجمعيه هديها انها بعد ما بتعمل العمل ده ما بتسيبوش، لا بتشوف بتبعت ناس للصيانه وناس بيشوفوا لو في حاجه محتاجها. صحيح. واحنا كمان بندخل بعض الفلاتر، يعني فلاتر الميه تنقيه للمياه من الشوارع. الاحسان في الصدقه كمان. صحيح. الاحسان في الصدقه، يعني انت تطلع الصدقه افضل شيء. سيدنا ابو الدرداء لما سالوه عن افضل الاعمال قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صحيح. ثقه حضرتك، والله كل مشاكل الدنيا هتتحل بالصدقه. كل الهموم والغموم والاحزان هتتحل بالصدقه. طيب انا هاخد من كلام حضرتك بقى، كانوا الصالحين زمان بيتصدقوا لغايه لما يغنوا، يعني يتصدق لغايه لما يغني اللي قدامه خالص، ومن أفضل حاجة هما بيحبوه. نعم. هو إحنا زي ما قلت في الأول، كل عصر له قيوده وضوابطه وأحكامه. أنا لو قلت يعني تدي لغاية لما تغني الفقير، أنا أشقق على الناس. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ والله إني لا أحبك يا معاذ، وسيدنا النبي مش محتاج أنه يقسم، ولكن يقسم ليجعل ذلك ماثلا في قلب سيدنا معاذ بن جبل، والله إني لا أحبك يا معاذ، هل أدلك على أبواب الخير؟ طيب لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قصر الخير على باب واحد، يعني لو قصر الخير على الصيام، يشق ذلك على المريض والمسافر، لأن المريض لا يصوم ولا المسافر يصوم. ولو قصر الخير على الصدقة لشق ذلك على الفقير، الفقير مش يتصدق، لكن يتوسع في أعمال الخير وأبواب الخير. هل أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى. قال الصوم جنة.
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يبقى إذا دلوقتي أنا أتصدق ولو بالقليل، أتصدق وأساهم في الصدقة. لو أنا ما عنديش استطاعة إن أنا أعمل عمل كامل بير كاملة، لا أنا أساهم في وصلة مية، لأن إحنا عندنا وصلة مية للبيت في حياة كريمة صحيح؟ نعم، تربة مية عندنا، آبار المياه، خزانات المياه. في ناس يا دكتور أحمد، يا دكتور محمد يقول لك طب ليه أنا أساهم في وصلة مية؟ يعني ما أنا ممكن أعمل بيه وهيشربوا منه، لكن أوصل لناس مية قاعدين في بيوتهم على حسب كده. احنا بنقول على حسب الاستطاعة. انا اقصد اللي في ناس بتستهين ان هم يسهلوا حاجة الناس، مع ان ده حاجة كبيرة قوي عندهم. هو شوف حضرتك الانسان اللي بيقول ده او في نيته ده يورث البخل، والبخل يرثه ابنائه ولو على ابيهم. احنا يعني حد حكى لي قصة، يعني قصة واقعية، واحد مات وخلف اموال كثيرة لابنائه. تخيل حضرتك نصيب الفرد الواحد كان 70 مليون، نصيب الفرد الواحد 70 مليون. فهم كانوا ثلاثة، فجالهم واحد من الصالحين قال لهم احنا عاوزين من كل واحد فيكم مبلغ بسيط جدا، لا يصل 2.5%، يعني لا يصل مقدار زكاة المال، علشان نعمل مسجد لأبيكم اللي هو صاحب المال ده، سبب المال. قالوا لما لم يفعل هو لنفسه في حياته؟ لأنه خلاص هو إنسان بخيل، وإنسان ما عملش نفسه قدوة، ما عملش نفسه قدوة في حياته لأبنائه، عشان كده الأبناء شافوه بخيل وشحيح. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. البخيل ممقوت في البيت، ممقوت في الشغل، ممقوت في الشارع، ممقوت من زملائه، ممقوت من أهله، ممقوت من أبنائه. صحيح. عشان كده أنا لما توسع وأوسع على الناس ربنا بيوسع علي، ربنا بيفتح علي أبواب الخير، والله يرزقني من حيث لا أحتسب. صحيح. ربنا سبحانه وتعالى في آيتين في القرآن إحنا ما خدناش بالنا منهم. الآية الأولى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وفي نهايتها والله واسع عليم. والآية الثانية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. طب هو ربنا سبحانه وتعالى بيدي المنفق أجر ولا أجرين؟ لا، المنفق له أجرين، له أجران. اللي بينفق على قدر الحاجة ده، وكمان ده في إجابة الكلام حضرتك أنهم كانوا بينفقوا ويغنوا. اللي بينفق على قدر الحاجة ده ربنا سبحانه وتعالى بيديه الأجر بمتوالية حسابية كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. طب اللي بيعطي أكثر من الحاجة ربنا بيقول له والله واسع عليم، ويقول له وله أجر كبير. لأن عطاء المولى سبحانه وتعالى واسع ولا يحده حد، لأن خزائن الله ملأ ولا تنفذ أبدا. هو اسم الله الواسع سبحانه نعم وتعالى والغني. حتى لما نزلت الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ربنا بمصد المسائل ينزل نفسه منزلة الفقير والمحتاج. فقال أحد اليهود وكان جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد افتقر ربكم يا محمد. هو بيقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فقال اليهودي لقد افتقر ربكم يا محمد. فغضب سيدنا أبو بكر فقال له النبي لا تغضب، فنزل قول الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أغنى أغنياء الدنيا بتسميه غني ولا الغني؟ بنسميه غني، نصف أنه غني، ولكن لا نصف إنسان إلى الآن بأنه الغني، لأنه مهما زاد ماله وكسر هو بالنسبة إلى الله فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا أردت أن يعطيك الله من غناه ومن عزه ومن عفوه ومن يعني هذه الصفات التي لا يسبقها إلا على خاصته، يعني أطعم الفقير، أطعم المسكين، عليك بسقيا المياه، عليك بثواب اللي هو ثواب الإفطار، عليك بمداواة المرضى، عليك بكل أبواب الخير التي تفتح لك أبواب الخير. حضرتك قلت مداواة المرضى، دايما أي حد تعبان يقول له تصدق بصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. بالصدقة نعم. فأنا دلوقتي تعبان ورحت لكل الدكاترة ومفيش علاج، ممكن أتصدق بصدقة يعني فيها نية لنا ربنا يشفيني؟ احنا عندنا شوفي حضرتك الأخذ بالأسباب يعني مسلمة بديهية في القرآن والإسلام والسنة النبوية. أنا أخذت الأخذ بالأسباب. نعم. ومع الأسباب أتوجه إلى المسبب سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة من مكة إلى المدينة بعد أن اتخذ الأسباب هو والصديق،
قال لما سأله الصديق قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. إحنا كده سلكنا الأسباب، فالإنسان يأخذ بالأسباب ثم يتوجه إلى المسبب. لا تلقوا بأيديكم من التهلكة، يعني الواحد ما يتعبش ويقول أنا أتصدق ما يروحش للأطباء، لا، أنت تذهب إلى الطبيب وفي الوقت ذاته تخرج صدقة إن استطعت، لأنه إن ربنا سبحانه وتعالى يعني لا تعجزه الأسباب. وكم من مريض كان مصاب بأمراض يعني خطيرة جدا وأمراض مزمنة، لما تصدق وعمل عليه فحوصات تانية ما لوش أي أثر للمرض. ودي قصص واقعية، صحيح. يعني كلام لا يقال للترفيه ولا للتسلية، لكن قصص واقعية. القضية كلها صدق النية والثقة في الله. أنا هقول لحضرتك قصة بسيطة لأبو مسلم الخولاني. مراته بتقول له أن احنا ما عندناش أكل خالص في البيت، ما فيش أكل خالص. قال لها طب في فلوس؟ قالت له في دينار واحد في البيت، في دينار واحد في البيت. خد الدينار وذهب إلى السوق وحمل معه كيسا، وهو ماشي لقيه فقير فاداله الدينار بتاعه، مش معاه خالص أي فلوس، ووجد خشبا على الأرض فملأ الكيس بالخشب وعاد إلى البيت ووضع الكيس جانبا، وضع الكيس جانبا وظل هو في حجرته ينتظر إيه اللي هيحصل. مراته تقول له إيه بقى، ما هي إلا لحظات حتى دخلت عليه زوجته بالخبز، فبيقول لها من أين أتيت بالخبز؟ قالت له أتيت بالخبز من الكيس الذي أحضرته من السوق. فالقضية كلها حسن الظن بالله، الثقة في الله. سيدنا أيوب لما أحسن الظن بالله شفاه الله من مرضه الأليم. سيدنا يونس لما أحسن الظن بالله أخرجه الله من بطن الحوت. السيدة مريم عليه السلام لما أحسنت الظن بالله خرجت على الناس بطفلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحسن الظن بالله أنقذه الله من فتنة محيقة به وهو والمشركون على أقدام الغير في مكة. سيدنا يوسف عليه السلام لما أحسن الظن بالله أخرجه الله من الجب وجعله عزيزا لمصر وملكا عليها فيما بعد. سبحان الله العظيم. طيب هنطلع بس تقرير ونشوف إزاي أهل الخير عملوا الخير الكبير ده في حفر الأبار، وإزاي أهل الخير عارفين قيمة اللي أنا أسقي محتاج، اللي أنا ما خليش واحدة كبيرة ولا ست بتربي أيتام طول النهار شغالة عشان تحفر بير عشان بس تجيب شوية مية صغيرة ولا تغسل حاجة، يا ريتها عايزة تغسل دي عايزة تشرب مية. شوف التقرير ونرجع لكم تاني. أحبابنا الكرام في كل مكان جايين، شوفوا المكان اللي احنا داخلينه اللي محتاج مية. أنا بشكركم ان انتوا استجبتوا لينا، وخلاص الحمد لله هنستلم حالا بير دلوقتي. لسه محتاجين منكم كتير. المية عصب الحياة كلنا عارفين كده، والناس بتستغرب تقول لك احنا هنحتاج مية هنجيبها منين؟ نجيبها من باطن الأرض من عند ربنا عز وجل. تبير صدقة جارية من الحاج إبراهيم النحاس، اللهم احفظه وبارك فيه يا رب وبارك في أسرته. ده راجل كريم جدا 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 معانا، من الناس المعدودة بجد اللي بتحب الخير، مساهم معانا في الشنط وعامل معانا حاجة بصراحة الله يجزيه خير ويبارك فيه يا رب. شوف يا حاج إبراهيم، إن شاء الله ده يكون أحد أسباب دخولك الجنة بالخير الكتير اللي حضرتك بتعمله. الخير في كل مكان. بفرح قوي لما أقف جنب بير من الآبار اللي انتوا بتعملوها، بفرح أكتر لما أكون إحنا سبب من أسباب التنفيذ. قد ايه الناس بتفرح بتدعي لكم. لسه اخ من المجاورين للمكان بيقولوا ان البير اصلا اللي بنروح نملى ميه من مسافه بعيده جدا. بغض النظر عن البير ده احنا محتاجين كتير. فينا كذا مسجد احنا شفناهم عايزين نعمل لهم ابار وعايزين نشطبهم عشان الناس تصلي، بقى عايزينهم يصلوا جوه بيت ربنا. ان شاء الله تنكشف الغمه وكلنا نصلي في بيوت ربنا. محتاجين منكم كتير، محتاجين ابار كتير. يلا عجلوا، إن من أفضل الصدقات بئر حفرته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شفنا حفر الابار وشفنا رئيس جمعيه البر والتقوى الشيخ حماد والناس، بس عشان لو سالت هي هو شرب الماء ده كان التصوير قبل رمضان، فما كانش في رمضان يا جماعه ولا حاجه، بس قبل رمضان حصل حفر ابار كتير قوي، وفي رمضان كان الخير اكبر واكبر وحفر الابار كان كتير قوي. فاحنا بس يا دكتور محمد عاوزين نعرف، انا فرحه اليتيم او المسكين او الارمله بشرب ميه، يعني الله عز وجل بيقول في حديث قدسي ان لما اليتيم بيعيط بيهتز عرش الرحمن، فلو احنا جبرنا بخاطر المسكين او اليتيم اللي هو ما يمشيش كل المسافات دي عشان بس يشرب ميه. هو فرحه الميه على كل انسان وعلى شفاء كل انسان، لكن حضرتك بتكلم على اليتيم والارمله والمسكين لانهم من الضعفاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الضعفاء في القران، ويعني عندنا نصوص قرانيه كثيره تتحدث عن اليتيم وعن الارمله وعن المسكين بصيغ مباشره صريحه وبصيغ ايضا ضمنيه. الفرحه لما انا اوفر على الناس التعب والمجهود واعمل صدقه جاريه من قبيل الاسعاد وجبر الخاطر وايضا يعني قضاء الحوائج وصدقه، يعني في الوقت ذاته صدقه. أنا أتاجر في هذه الصدقة مع الله سبحانه وتعالى. إياكم تعتقدوا أن إنسان يستطيع أن يؤمن مستقبل أبنائه من بعده إذا لم ينحو منح الصدقة. أي واحد بيقول أن أمنت مستقبل أولادي بفلوس سيبها لهم أو عقارات أو بيوت أو سيارات، هو إنسان لا يعرف شيء في قيمة الدنيا ولا يعرف شيء عن هذه الحياة الدنيا. ما تؤمنه لأولادك هو عمل الخير، الصدقة الجارية اللي أنت بتعملها، الصدقة الجارية هي الأمان ليهم. كان مقاتل ابن سليمان وهو من التابعين الكبار دخل على أبي جعفر المنصور يوم توليه الخلافة، قال له عظني، قال أعظك بما سمعت ولا بما رأيت؟ قال بما رأيت، لأنه رؤيا أقوى من السمع. قال والله لقد رأيت أحد أبناء، رأيت هشام بن عبد الملك يوم وفاته وقسمت ثروته، قسمت أمواله بين زوجاته الأربع، كان متجوز أربعة، زوجاته كان نصيبهن من الميراث 320,000 دينار. 320,000 دينار، وده الثمن، يعني الأربعة خدوا الثمن. ورأيت عمر بن عبد العزيز يوم وفاته ما خلف إلا 18 دينارا، وكان معه كم ولد وبنت، كان معه 11، فاشتري له كفنا بأربعة دراهم وقبر بخمسة، وبقيت 9 دنانير وزعت على أبنائه 11. فوالله لقد رأيت بعيني هاتين واحدا من أبناء عمر بن عبد العزيز يجهز جيشا في سبيل الله، لا لا الله، وواحدا من أبناء هشام بن عبد الملك يتكفف الناس ويسألهم في الطرقات، إلا أبوه ساب لهم هذه الأموال وهذه الضياع وهذه العقارات. القضية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، سابوهم بين إيدين ربنا عز وجل، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. حتى سيدنا عمر بن عبد العزيز لما قالوا له أنت سايب إيه لأولادك؟ قال أكلهم إلى الله ورسوله. فإياك أن تعتقد أنك بالأموال دون تقوى أو بالبيوت دون تقوى أمنت حياة أولادك، تؤمن حياة أبنائك بالتقوى، بالصدقة، بالعمل الصالح، بإسعاد الناس، بجبر الخواطر، بقضاء الحوائج. ربنا يكرمك ويبارك فيك، أشكرك شكرا جزيلا، من أطيب كلمات يعني بنختم بها مع حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا الله لكم. ربنا يكرمك. كان معانا ضيفنا الشيخ الجليل دكتور محمد العربي، كان مشرفنا ومنورنا النهارده مع جمعية البر والتقوى المركزية المصرية. عايز أقول لكم لجبر الخواطر من أعظم الحاجات اللي ممكن تعملوها، وإن أنتوا تسعوا في حاجة يتيم أو مسكين أو فقير أو أي إنسان في الدنيا، دي أجمل حاجة ممكن تعملوها. والله هتشوفوا جبر الخاطر في الدنيا وفي الآخرة. جبروا خواطر بعض. أشوفكم دايما على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.